تقيم منتوجها مع المقاييس العالمية. كيف تقيمين لحد الآن قدرة هذا المنتج الجزائري على بلوغ هذا المستوى؟ أولاً إحنا عندنا منتجات جزائرية متنوعة بتنوع المناخ وبتنوع المنتجات الجزائرية، لكن اليوم حاولنا بفضل غرفة التجارة والصناعة على رأسها أستاذ حكمي، حاولنا أنه نكون في تواصل وتحسيس للمتعامل الاقتصادي ليفهم أهمية infrastructure de qualité لازم تكون في الجزائر، ويبدأ يفهم أهمية البريسكريبسيون تكنيك، يعني لنورم إلي ريجلومون تكنيك وللتصدير، أنه لازم تكون عنده المعلومة الكافية والوافية للبي إكسبو اللي راهو حاب يصدر له المنتج قبل ما يفكر في التصدير. إحنا يا المتعامل الاقتصادي وللمنتج يحسب السوق الجزائري هو المثال للسوق الخارجي، يحسب بما أنه قادر يبيع في السوق الجزائري معناتها يبيع في أي مكان، وهذا خطأ كبير. كل سوق عندها خصائص نتاعها، عندها لي بوزوان اي ديزاتونس دي كليون. دونك حنا ما نقدروش نهضروا على مدن يعني تعتبر من دول العالم الاول دول صناعيه بامتياز ونقارنوها بدول ناميه او في طور النمو. الجزائر تعتبر من الدول اللي ناميه او في طور النمو يعني اقتصاديا. فلما تجي للمتعامل الاقتصادي اللي يقدم منتج هو منتج قيم، حتى عندنا لي برودوي دو تيغوار اون الجزائر، عندنا لي دادو دي بتنور، عندنا نعناع تاع بيض، عندنا الفيك تاع بني معوش، لكن هذه المنتجات ما زلنا ما قدرناش نديرها لا فالوريزاسيون. تثمين. نعم تثمين، لانه التثمين ما يكونش فقط انه عندك منتج مختص فيه السوق الجزائري، لازم هذاك المنتج تزيد له حاجات اخرى منها لي نورم. وهدرنا صباح وفرقنا ما بين لي نورم شوبليك اوبليغاتوار اللي بيهم تقدر تدخل اصلا السوق الجزائري. وقلنا بلي الدول اذا انت راك تهدر على دول اللي هي لي يونيو اوروبيا، لازم تخمم انه هذه الدول لحقت في مستوى معين، تهتم جدا كما قال مسيو بخلفه، تهتم جدا بلا سونتي لا سيكوريتي دي كونسوماتور، بما معناه انه باش يقدر هذا المنتج يدخل هذه الاسواق لازم يكون غير بون ا سي زيكزيجونس، لا ما يقدرش يدخل هكذا. يعني السلعه اللي تنعكس على الاقتصاد ككل لانه يمثل صوره الجزائر، وبالتالي كل المنتج الجزائري سينظر له بنفس النظرة التي صدرها منتج راقي أو منتج مطاري، وهذا راح يعجز أيضا مصدرين آخرين أو منتجين آخرين. لأنه الكليون أوروبيا داخلينها كمثال، نهار اللي راح يشري يقرا فابريكي ونيجيري، ما يهموش وش اسمه هذاك المنتج ولا وين جاي ولا يهمه البلد اللي جاي منه. فلما ياخذ منتج نقول ناخذ مثال مثلا تم، وياخذ هذا المنتج انه منتج مش ما يطابقش المعايير او منتج يسبب مشكل، فهما اون انتر احنا نعاودو نقول لك كاين كونترول دو كارونتين، معناتها كونترول في لي فرونتيير ما يدخل ما يدخلش كامل، وفما يجوزو سكون ابل ان سينيال لبي كامل لهذا البرودوي ما لازمش يدخل هذا البلد، ما تدخلوش البرودوي تاعو لانه عنده ان ريسك يعني. بالتالي كي تكون ابل يعني تدخل البلد كامل، مش كيتش ما كانش دي كليون راح يقدروا يشروا هذا المنتج مره اخرى لانهم حيعرضوا له المسألة القانونيه. يعني كارثه يقدر يسبب لك منتج واحد اذا كان مشكل. استاذ ميمود